السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم ببلوك جديد. وتابعونا على قناتي زياد طارق. طبعا انا بعرف زينها وكل اهلها وكلهم بعرفهم، وخالتي نايد الله يرحمها. طبعا يعني انا بطلت انزل مقاطع على اليوتيوب لانها جوال خرب الاول، فجبت جوال جديد وعملت قناة جديدة وراح اسميها اخرى شوي، لسه مش مسميها ومش عارف شو اسمها، ولما اسميها راح انزل لكم بلوك جديد وراح احط اسم فيها. وهلا راح احط ونروح الاردن، وصلنا الاردن من وين احنا، قصدي رحنا رام الله كان الاردن، وصلنا برام الله هينا احنا قاعدين برام الله. وهي منطقتي واسع شوي، وتعبوا اللي مطفي. هلا رح نطلع الساحة أرجوكم كيف هيك أجواء رمضان وكل شيء لنا وكل شيء حلو علينا برام الله. تكون حتى أنا حبش أروح من رمضان. رحنا نوصل رام الله، وصلنا يعني نوصل الساحة. هاي نحن وصلنا الساحة، هاي الساحة كنا ناخذ دولة. طبعا هي ساحتنا احنا، طبعا بس كيف ساحتنا والله بتكيفوا عليها. ولا رح نلعبها بسكليت، وخلونا نلعبها على البسكليت. طبعا انا بزوق بايد واحدة على البسكليت، ما بقدر اني ازوق بسكليت بايدتين. وهي انا بزوق على البسكليت جي 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 جي. كنا نوقع والله، والله كنا نوقع. رح نتمسك منيح. وهي انا راح ننزل على الشليت لانه الله يستر كان ندبينا، الله يستر كان ننزل مع مطبات احنا. طبعا هلا راح ننزل، ايوه بس راح نفوت جوله ببيتنا برام الله. خلونا نفوت بجوله، يلا يلا جوالي الاول بك تصور فيه. ايوه خرب طبعا للكب. هاي غرفتنا طبعا، يعني سمعونا على الدرج. هاي المروحة اللي بستعملها كل يوم، هلا هلا مروحة، هاي المروحة الثانية كمان. سمحونا على تطلع لي مهرقلة مهرقلة، والله مهرقلة شو نعمل. هاي سمعونا هاي مطبخنا، مطبخنا مبين انا بلا الكاميرا مش واضحه. خلينا ننظر مقطع الليله، ممكن يعني عملنا لكم جوله ببيتنا، والجوله كانت حلوه كثير. سامحوني ندب الجوال يعني 200 مره بتصير مقاطع الفيديو، وسامحوني على ترك الفيديو لان الجوال انكسر. لا طلع كيف مطبع، شوفوا
شوف كيف شوف شوف.